في البداية أخ مكرم تذكرت عن لائحة في اللغات المختلفة، ويعني أنا بطلع على القائمة يعني الأولى والثانية لكل هذه الأحرف، هل بتحب تضيف أي شيء يعني في هذا الموضوع؟ وبعديها ممكن ندخل على يعني على الفترات الزمنية والكتابات الدينية في العهدين. نعم، ممكن نقول بشكل يعني سريع انه الكتاب المقدس العهد القديم مكتوب بالعبري، ما عدا نصف عزرا ونصف دانيال مكتوبين بالارامي، والكتابات اللي كتبت بعدين كتبت بالارامي وبالعبري وباليوناني بهدف انه الارامي يعني لعامة الشعب يفهموا في اطار في منطقة سوريا، العبري للأمور الدينية، واليوناني للأمور العلمية والثقافية والمراسلات، وبعدين طبعا إجت اللغة الرومانية اللي هي لغة الإمبراطورية الرومانية اللي هي أخذت حيز يعني كبير بحكم القوة الرومانية اللي حق. ولكن لحد إسا فترتنا أكثر إشي أرامي يوناني عبري. إذا ممكن توضح لنا أخ مكرم، أنا عم بطلع على هام في العهد في العهدين كتابات الدينية. نعم. مبتدئ من الملك داود، وبتتكلم للفترة الحديثة أو خلينا نقول الفترة البيزنطية. إذا ممكن توضح هذه اللائحة وممكن نحطها احنا على الشاشة حتى أحبائنا يتابعونا. طيب الصورة هاي أنا عملتها علشان تفرجي من بداية يعني من ملك داود اللي هو يعني بداية كتابات أسفار الأنبياء خلينا نقول لحد نهاية كتابات اليهود الرئيسية. ففي فترة الملك داود طبعا يعني كانت تكتب الأسفار المعروفة لنا، المزامير والأمثال وأخبار الأيام. بعدين إجا يعني من بعد من فصلت المملكتين قدامنا السبي الأشوري 722 قبل الميلاد. في هاي الفترة كانت تكتب أسفار العهد القديم الأخرى. بعدين إجا السبي البابلي، أخذت المملكة الجنوبية لبابل، قعدوا 70 سنة. هاي الفترة لما رجعوا يعني حوالي 530 قبل الميلاد، يعني عمليا بديت الفترة اللي بسموها الفترة الفارسية، حكم داريوس الفارسي. في هاي الفترة يعني أتمت كتابات العهد القديم، باقي أسفار الأنبياء الصغار، ومننهيها في ملاخي في سنة 400 قبل الميلاد تقريبا. من بعدها بتبدأ الفترة الهيلينية اللي هي فيها عمليا فترة وجود الهيلينيين ما بعد الإسكندر الأكبر اللي حكم بلادنا من ابتداء من سنة 332 قبل الميلاد. وفي هاي الفترة احنا منشوف الكتابات اللي كتبت باليوناني اللي منقولها الكتابات الأبوكريفة تبعت العهد القديم. اليهود بسموها الكتابات الخارجية، في بعض أحبانا بسموها الكتابات القانونية الثانية، لكن هاي كتبت باليوناني مش بالعبري، باليوناني الحديث الأحدث اللي الكويني. وفي نهاية هاي الفترة بديت تكتب مخطوطات قمران أكثرها بالعبري، وبرضه كتب فيها بالأرامي وباليوناني، وجدت في شط البحر الميت. ومن ابتداء من بداية القرن الأول الميلادي بنشوف كتابات العهد الجديد في عشرات السنين المتأخرة من القرن الأول ميلادي. وفي هاي الفترة كمان كتبت كتابات يهودية أخرى بنعرفها، سنستعرضها شوي بسرعة. بعدها بنشوف الكتاب المشهور اللي هي في الابتداء من 200 قبل الميلاد، جمعة المشنا، أهم كتاب عند اليهود بعد الكتاب المقدس. ومن بعدها فسرت المشنا اللي هي أصلا تفسير للكتاب المقدس، فسرت بشكل أوسع من خلال كتابات التلمود والمدراش وإلى آخره.
فهذا تصور هيك سريع لهي القائمة أو الخطة اللي أنا رسمتها.